وعندي مربى مشمش، توت، فراوله، اللي انتوا عايزينه. طبعا اكتر حاجه يعني بتبقى حلوه المشمش، بتبقى حلوه جدا اهو. ببدا احط كده شويه مربى او شوكولاته، يعني في ناس مثلا ما بتحبش طعم الفراوله المربى عموما، فممكن تعملها شوكولاته. بحط الاتنين كده، بلزقهم في بعض وبسيبهم عشان هبدا ان انا اعملهم بقى بالشوكولاته السايحه والكلام ده كله. تمام، ممكن اعمل كمان بالشوكولاته على حسب بقى انتوا بتحبوا ايه. طبعا في كريمه الفستق، في كريمه بتاعت البسكوت، بتاع الشوكولاته، بتاع القرفه، في حاجات كتير جدا تقدروا تزينوا بيها، يعني حاجات ما تخلص، وشوكولاته بيضه وشوكولاته بني، اللي انتوا عايزينه. طبعا انا بديكوا افكار انتوا اللي قد امكانياتكم او اللي متوفر عندكم في البيت او الكلام ده كله، هاتوه واشتغلوا بيه. طبعا هو متعارف يعني ابسط حاجه المربى. حابين بقى انتوا يعني تعملوا الموضوع اكتر من كده براحتكم خالص. طيب بالنسبه للي احنا بنشوفهم اللي بكريمه الفستق والكريمه بتاعت البسكوت اللي بالقرفه، خلي بالكوا برضو دي نقطه لازم اقول لكم عليها عشان لما تشتغلوا ما تبص معاكوا، دي بتبقى مخلوطة بشوكولاتة بيضة سايحة، خدوا بالكم الموضوع ده. يعني بتلاقوا مثلا بيتي فور متغطي لونه أخضر بكريمة الفستق، دي مش كريمة فستق بس، يعني مش كريمة فستق ومغطسين فيها، مش هتظبط معاكم كده. دي شوكولاتة بيضة سايحة بنسيحها على الحمام مية زي ما أنا بسيح الشوكولاتة اللي عندي دي. تمام، وببدأ إن أنا أحط عليها مقدار من الكريمة بتاعت الفستق أو كريمة البسكوت اللي بالشوكولاته اللي بالقرفه، البسكوت اللي بالقرفه سوري، وبعد كده بقوم مقلباها مع معلقه زيت. تمام، لحد ما تبقى سايله معايا وبعرف ان انا اشكل فيها وبتبقى زي الفل. هنبدا كده نحط تاني برضو الشوكولاته اهو. بصوا بقى بعد ما بلزق كده بقوم جايبه الشوكولاته مثلا السايحه دي، بغطس كده جزء مثلا منها، خلوها تبقى سايحه خالص عشان تعرفوا يعني ايه تشيلوها كده اهو بالشكل ده. ممكن مثلا ماشي انا استنيتك والله اهو، ممكن احط بقى ايه شويه سوداني كده اهو، سوداني مجروش كده. اديني الشبكه بقى اسلام عشان احط عليها بعد اذنك اهو. ماشي، مثلا نفس السوداني ده ممكن فستق مجروش، على حسب بقى ما انتوا بتحبين براحتكم خالص، فارماسيل اللي انتوا عايزينه اشتغلوا بيه، يعني المتوفر عندكم اعملوا كده. يعني دايما خلوا اللي موجود عندكم هو اللي يبقى متحكم انتوا هتشتغلوا بيه. تمام، شكرا اهو. ابدا بقى اعملها، اعملوا بقى اللي انتوا عايزينه اهو. هحط مثلا شويه شوكولاته، ممكن اغطس مثلا البتيفوراية كلها من فوق مثلا بالشوكولاته مثلا اهو، شوكولاته اهي، وابدا مثلا احط عليها شويه فارماسيل براحتكم بقى زي ما انتوا حابين. بصوا ده شكل مثلا تاني، في مليون حاجه وحاجه، فانتوا اشتغلوا زي ما انتوا عايزين، سيحوا شوكولاته بيضة وزينوها بشوكولاته بني، اعملوا العكس اللي انتوا حابين تعملوه، شوفوا زي ما انتوا حابين اهو. انا غطست شويه مثلا نص البيتي فور في الشوكولاته وحطيت عليه فارماسيل، هغطس كده مثلا اهو، وهحط عليه مثلا شويه سوداني مجروش على حسب بقى ما انتوا بتحبوا. بفضل اكمل كده الزينه اهو. تعالوا بقى ايه نزين شويه من الابيض اهو، بلزق كده عليهم بالمربى، ممكن الزق بكريمه الفستق، كريمه البسكوت اللي بالقرفه، كل الكلام ده تمام. فانتوا براحتكم على حسب ما انتوا تجيبوا حاجات وتشتغلوا بيها. موضوع الزينه ده ما بيخلص، يعني ممكن نعمل اشكال والوان وحاجات فظيعه، يعني لو قعدنا ثلاث حلقات نعمل افكار لزينه البتيفور والسابليه والكلام ده مش هنخلص. فعلى حسب بقى اللي موجود عندكم اشتغلوا بيه.
اهو كده، ونعمل واحدة كده كمان، ونبدأ ايه نغطس الشوكولاتة. طبعا ممكن تقدموهم كده زي ما انتوا حابين. اهو كده، ممكن برضو تخلوها واحدة بس، ومثلا تزينوها بشوكولاتة كده، يعني حاجات خفيفة كده، مثلا لو الناس اللي مش بتحب الزينة كتير تعملوا مثلا كده على حسب ما انتوا بتحبوا. اهو تقدروا بقى تتحكموا في الموضوع ده زي ما انتوا تحبوا. تعالوا نزين الكام واحدة دول، ونسيب بقى الباقي يعني ايه عشان ندخل على الوصفة اللي بعديها. ممكن تعملوا على فكرة بكيس الحلواني اللي هو تعملوه مستطيل مثلا شوية، يعني اديني معلش يا اسلام، اديني اي واحدة كده. اه والله خلصتهم، هوريكم برضو ممكن تعملوه بشكل طويل. ببدأ كده ايه اشرط كده الشوكولاتة، وبرضو ممكن ارش عليها شوية كده سوداني مجروش، حط لها مثلا حتة فستق مثلا او شوية فستق مجروش، وهكذا لحد ما تخلصوا الكميات كلها اللي انتوا موجودة عندكم، وتعملوا اللي انتوا عايزينه او الكميات اللي انتوا حابينها من المقدار اللي عندكم. مقدار مظبوط نص كيلو، ممكن تعملوا بيه المقدارين الشوكولاتة والفانيليا، وبيبقى لطيف جدا وبيبقى سهل جدا وبسيط، وتقدروا ان انتوا تعملوه بمنتهى البساطة. دي العجين كمان يا اسلام، يلا عشان هنبدأ في الوصفة اللي بعديها. ماشي، هرش شوية كده فرماسيل، وهكذا بقى. خلاص انتوا عرفتوا كده الموضوع ايه، تمام. ممكن مثلا ايه هفضي دول بقى هنا، تمام. ممكن مثلا تعملوا بيتي فور كده، تمام. ممكن تعملوه بالشكل ده لو انتوا مثلا حابين تعملوه يعني بالطول، ولما بيستوي بتغطسوا برضو طرفه كده في الشوكولاتة، وبتبدأوا تغطسوه زي ما احنا عاملين شوية من هنا برضو بالطول من الحاجات اللي احنا عاملينها، تمام. في حاجات بتبقى أصغر شوية بتقدروا تعملوها دايرة، بس طبعا البلبلة دي عندي تخينة، فممكن تعملوا كده لو انتوا حابين. اهو بالشكل ده لما بيستوي بتقوموا حاطين مثلا واحدة فستقية هنا او اي حاجة هنا في الطرف، بيبقى لطيف جدا. لو برضو حابين يعني في كذا حاجة تقدروا انتوا تشكلوا بيها. المهم كيس الحلواني بصراحة انا بشوفه من اسهل وابسط الطرق، واسهل من المكنة، ولا نقعد نغسل ولا نقعد نعمل وفي اشكال دلوقتي كتير جدا من البلابل اللي ممكن تجيبوها عشان تشكلوا وتعملوا بيها اشكال والوان.